مرحبا بكم أعزائي طلبة الثالث متوسط، وهذا الدرس حول قطعة Famous Career في Unit 6، مهنة مشهورة، اللي قطعة حول العالم العربي ابن الهيثم، واللي شرحناها في فيديو سابق. الآن راح نأخذ بعض الأسئلة عنها. السؤال الأول: Where and when was ابن الهيثم born؟ أين ومتى ولد ابن الهيثم؟ He was born in Basra. إذا هذا أين؟ إجابة أين؟ بصرة. إذا قال لك فقط وين تقول له بصرة فقط. إذا قال لك وين متى تقول له إن 1965. Number two. Where did ابن الهيثم receive his education؟ أين تلقى تعليمه؟ الجواب in بصرة بغداد and later traveled to Egypt. في بصرة وبغداد ثم فيما بعد سافر إلى مصر. 3. What was ابن الهيثم called؟ ماذا كان يسمى؟ The physicist and البصري، عالم الفيزياء أو البصري نسبة إلى مدينة البصرة التي ولد فيها. Number 4. What did the caliph in Egypt need ابن الهيثم to do؟ ماذا يريد الخليفة في مصر من ابن الهيثم؟ What did he propose؟ وماذا اقترح؟ يعني ابن الهيثم ماذا اقترح؟ He needed him to regulate the flooding of the river Nile. أراد احتاجه أن ينظم الفيضان في نهر النيل. ماذا اقترح ابن الهيثم؟ اقترح he proposed a hydraulic system. اقترح نظام هيدروليكي. وانتبه هنا عزيز طالب أنه ممكن hydraulic system نظام ممكن يكون فراغ. وهنا أيضا he needed to فراغ. تقول regulate the flooding of the river Nile يعني تنظيم فيضان نهر النيل. Number 5. What was ابن الهيثم's contribution during his stay in Spain؟ ما هي مساهماته عند إقامته في إسبانيا؟ Fields of mathematics في حقول الرياضيات، physics الفيزياء، medicine الطب، scientific methods and optics الطرق والأساليب العلمية، وعلم البصريات أهمها هو أوبتكس علم البصريات. 6. What was ابن الهيثم known of؟ بماذا عرفه؟ Father of optics أبو البصريات. Number 7. What languages did ابن الهيثم book translated to؟ ما هي اللغات اللي ترجم إليها كتب ابن الهيثم؟ Latin and many other languages اللاتينية ولغات أخرى. Number 8. What made ابن الهيثم famous؟ ما الذي جعله مشهورا؟ He made many experiments، صنع تجارب عديدة، on the movement of light، على حركة الضوء، colors والألوان، optical illusions، والأوهام البصرية، and reflections والانعكاسات. Number 9. What was ابن الهيثم famous book called؟ ماذا سمي كتاب ابن الهيثم؟ هذا طبعا سؤال مهم، اما يجي فراغ شكل سؤال انت تحفظ المعلومة، سواء جت سؤال وجواب او سواء جتك فراغات او صح وخطأ انت تعرف المعلومة فتجاوب حسب معلوماتك. فأشهر كتاب عنده هو كتاب المنازل، هذا بالعربي ترجمته الانجليزي Book of Optics. Number 10. When and where did ابن الهيثم die؟ متى وأين توفي؟ He died in 1040 possibly in Cairo. توفي أي وين متى؟ 1040. ومن المحتمل هنا وير الإجابة على أين؟ in Cairo في القاهرة في مصر. 11. Who celebrated ابن الهيثم achievements and when؟ من احتفل بإنجازات ابن الهيثم؟ وين متى؟ يونسكو in 2015. إذن الاحتفال هو اليونسكو في عام 2015. Number 12. What was the name of short education film produced by some of science centers؟ ما اسم الفيلم التعليم القصير اللي ينتج من قبل بعض المراكز العلمية؟ 1001 ألف واحد invention اختراع and the world of ابن الهيثم يعني ألف واحد اختراع وعالم ابن الهيثم هو اسم الفيلم. 13. According to medieval biographers، حسب كتاب السير في القرون الوسطى، how many works did ابن الهيثم write؟ كم عمل يعني كم كتاب كتب ابن الهيثم؟
More than 200 words. More than 200 words. أكثر من 200 أمل.